أنا هنا هنا يا ابن الحلال، ولا عايز جاه ولا كتر مال. ممكن ترحميني بقى عشان أعرف أنام؟ الله أكبر، مالك داخل زي القضا المستعجل كده ليه؟ إيه؟ أنا كده كده قطع الخلف، عايزني أقطع النفس أموت مخضوضة؟ لا، أنا عايز أعرف أنام. تنام؟ صوتي بقى اللي مش مخليك تنام؟ طب ده أنا سامعاني بالعافية. صوتك مش اللي مخليني مش عارف أنام، صورتك اللي كل ما بحلم بشوفها هي دي اللي بتصحيني منفوض. ليه؟ أم 44 ولا بومة؟ وبتحلم بيا ليه؟ عاشقني في الضلمة وأنا مش واخدة بالي؟ بحلم بيكي وأنا نايمة عشان ضميري ما بينامش. لو النعمة، هو أنت وأختك الحيزبونة عندكوا ضمير؟ أنا ماليش دعوة بحد. وضميركوا كان فين لما اتهمتوني إن أنا سميت أخوكوا؟ وعينيك اللي كانت مليانة غل ونار لما كنت بتشوفني في سوى حياة عينه أو بعد ما ماتوا؟ ما أنا بعد ما قرينا الوصية بقيت أحلم كوابيس كل يوم. بحلم بيكي بتعيطي وتقولي لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا اطمن، بقولها كل يوم كل يوم عليك وعلى اللي زيك وعلى اللي يجي عليا أنا وإخواتي. والعياط في الحلم اللي أنت شفته ده فرق، وإن شاء الله ربنا هيفرجها عليا من واسع، عشان أنا لا بظلم ولا بفتري. والدموع اللي نفسك بتشوفها نازلة من عينيا عمرك ما هتشوفها، عشان أنا مرة قوية والحق صوته عالي، واللي عنده حق عمره ما ينضال. طب إيه رأيك بقى لو قلت لك إن أنا كمان عندي حق؟ هنرجع لعنب جيبه يا أبو الكباتشن. طب أحكي لك حكاية وبعد كده تحكمي، ممكن؟ قول. ادخل. كويس انك صح. لا انا نايم، عندي شغل بدري. طب انا الحشيش اللي معايا خلص، مش عارف انام غير لما اخد نفسين، وقلت اكيد باجي بالسبع ما يخلاش. نقول في يوم من الايام كان معاكي 5 سياخ، وكل واحد من اخواتك معاه 10 سيخ، يبقى كله على بعضه كام؟ ده امتحان حساب ده ولا ايه؟ طولي بالك، يبقوا كام؟ اللهم طولك يا روح. يبقوا كام بس يا شربات؟ يبقوا ربع جنيه. هتديني 10 على 10؟ الربع جنيه رحت اشتريت بيهم شهادة استثمار. شهادات ايه ومدارس ايه في انصاص الليالي دي؟ اشتريت بيهم ورقة يا نصيب، والورقة دي كسبت البريمو، نقول 50,000 جنيه. ماشي، هتقسميهم ازاي بقى؟ ترجع لاخواتك كل واحد 10 ساغ وبقيت ال 50,000 تاخديهم انت، ولا تقسميهم بالنسبه يعني كل واحد ياخد 20,000 وانت تاخدي 10,000 جنيه؟ ماشي، بالنسبه الاخرانية. دي بقى وجهه نظري اللي عايز بيها حقي في ميراث حكيم. لا مؤاخذه بقى، انا مش دقه عصافير زور، دول طاروا من زمان. حكيم الله يرحمه ما أخدش منك أنت وأختك بريزة واشترى بيها ورقة روتاري؟ لا يا حبيبي، ده شقي وتعب وتمرمط ونحت في الصخر لما كانت أختك نايمة في حضن جوزها وأنت بتطير طيارات. كل الحسبة بتاعتك دي على صرمتي أنا القديم. أنا ما بحكيلكيش القصة دي كلها علشان أقنعك بوجهة نظري، لا أنا بس عايز أوضح لك أنا كنت بتصرف بالطريقة دي إزاي الفترة اللي فاتت دي كلها. أنا مش هنافقك وأقولك إن أنا استسلمت، لأ، أنا لسه شايف إن وجهة نظري دي صح وهكمل في موضوع القضايا. أنا بس بعد ما هديت كنتش عايز أستكبر إني أعتذر لك على اتهامي ليك إنك سممتي حكيم، مع إن مش هخبي عليكي أنا فعلاً كنت شاكك بجد. أسمم الراجل الوحيد اللي خلاني أبقى بني آدم؟ معلش، تفكيري ما كانش مظبوط ساعتها وبكرر اعتذاري. عايز اقولك ان انا عمري ما هنسى انك انقذتي حياه ابني في يوم من الايام. عايز اقولك حاجه يا ابو الكبات، كل الكلام اللي انت بتقوله ده ما اشتريهوش بملين احمر. عارف ليه؟ عشان انا صايعه قوي قوي قوي،
ومرقعه قوي 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 قوي. وانا عذرك تماما، بس الايام هتثبت لك حاتم من جوه عامل ازاي. انا اعتذرت لك كده، ضميري مرتاح كده، هعرف انام. ما كلها؟ اوبا اوبا اوبا، شايف مين قاعد مع مين؟ وده عايز ايه من اختي ده كمان؟ شكلها تحلو قوي يا ابو حمد. اشرب.